السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نموذج للعمليات اللي نعملها عشان نضمن جودة البيم. عندي حاجات بيم بروسيس اللي هي باللون الأزرق ديت، دي إن أنا بعمل أبديت للموديل، بعمل كوردينيشن عليه. في حاجات نون بيم بروسيس، مش عمليات خاصة بالبيم بس بتبقى مهمة، بحيث إن أنا بستلم اللوح وهكذا. البيم كواليتي دي عمليات بتأكد من جودة البيم اللي هي باللون الأخضر ديت. أول حاجة اللي هي نون بيم بروسيس، بيبدأ أستلم الموديل، بعد كده كل واحد بيبدأ ياخد الموديل اللي يشوفه من وجهة نظره. يعني البيم مانجر بيبدأ يشوف الحاجات الخاصة بالبيم مانجر موجودة ولا لأ. احنا استلمنا اللوح اللي هي التصميمات، استلمنا اللوح اللي هي مثلا من سب كونتراكتور، الحاجات ديت. البيم كوردينيتور بيبدأ يشوف الحاجات ماشية مع بعض ولا لأ، والبيم انجينير بيبدأ يفحص برضو اللوح اللي جات، هل في لوح ناقصة، هل في أي مشاكل. وبعد كده كل واحد بيبدأ يعمل أبديت للشغل بتاعه، وبنبدأ نعمل الموديل او نعمل ابديت على الموديل. ممكن مثلا البيم مانجر يحس ان في فاميلي ناقصه، او في ستاندرد ناقصه، او في حاجه لازم هنعدلها في قلب الستاندرد اللي احنا شغالين عليه، يبدا يعدل فيها. وبعد كده بنعمل شيك ليست، هل في حاجه مظبوطه او في حاجه ناقصه. وبعد كده الشيك ليست اللي السبمشن، هنقدر نعمل تصدير للشغل بتاعنا ولا لا. البيم مانجر بيبدا يشوف اذا كانت الحاجه سليمه، يقدر يعمل ريبورت تشيك ليست، يقول اه خلاص الحاجه دي سليمه مفيهاش مشاكل وينفع انها تخرج بعد ما عملنا لها الابديت وشغل كويس. فبتروح للشركات الاخرى او الاطراف الاخرى من المشروع، ولو في اي مشاكل بيبعتولنا ونبدا ناخد تعديلات على الموضوع.